عندي صفحة في تيك توك، ولكن عدد المشاهدات عندي طايحين بزاف. غادي نوريكم بعض الطرق باش تزيدوا نسبة المشاهدات وتزيدوا نسبة المشتركين عندكم في القناة. قبل ما نبدأ، نتمنى انكم تداموا هذه الصفحة وتخليوا واحد القليب وتشتركوا. المهم باش نبداو، غادي ديما من الاحسن تيليشارجيو هاد لابليكاسيون، هادي كاب كوت، هادي ابليكاسيون ديال تيك توك. كتدخلوا لها هنايا كتلقاو لي ترند، لي ترند اللي هم كاينين في هذا الوقت. كتشوفوا مثلا الفوق راه عطي لكم لي ترند على حساب كل واحد والمحتوى ديالو شنو فيه. كاين لي سويفي، كاين لي بيت، كاين ميم، لي ريك فيديو مثلا، ماركتينغ، فان بلاي. هنايا هاد لي ترند كتشوفوا فيهم، بحال مثلا هو هاد الترند الاول فيه مليون مشاهده. من الاحسن مره مره تبقاو تدخلوا هاد لي ترند وتلونسيوهم، لحقاش هادو كيما قلت لكم ابليكاسيون ديال تيك توك، يعني تيك توك مي غيكونوا هاد لي ترند راه كتزيد تطلع لكم الصفحه وكتشاركها مع بزاف ديال الناس. مثلا غناخدو هاد الترند هذا، كنديرو اتيليزي. هنا خدوا شي صوره ديالكم ولا شي فيديو، مثلا انا غادي ناخذ هذا الفيديو هذا، كندير هنايا سويفون. فوالا هنايا غادي تصبر واحد شويه على انه ديك الصوره ولا داك الفيديو غادي يمشي باش يتحط على تيك توك. دغيا دغيا داكشي كيدوز. هاو عطاكم هنا الفلتر، بغيتو تخليو الموسيقى اللي راها فيه خليوها، بغيتو تبدلو الموسيقى غادي تعطيو الفوق على الفوق، هنا اختاروا الموسيقى اللي عجباتكم مثلا. مثلا انا غادي نختار غير الموسيقى ديالي، غادي نسكت هادي. غنولي هنا وندير صون اوريجينال، وشوفوا لي هاشتاغ، لي هاشتاغ نتاع اللي فيهم بزاف تاع المشاهدات. فمثلا غنديرو هنا اشتراك، او مثلا اشتراك ما فيهاش بزاف، هاي مثلا صباح الخير راه فيها 3.5 مليون. نجيو هنا نديرو مثلا متابعين، متابعين هيا مثلا متابعين، متابعين احبكم، هيا 600 ألف صافي. وهنايا غادي ديروا مثلا شي عنوان لهذا الفيديو ديالكم، ديروا مثلا ترند يرفع المشاهدات صافي. فوا كتكملوا هذا الشيء، بغيتو تزيدوا دي زوبسيون مثلا هذوك لي هاشتاغ، ولا مثلا هنا فيديو تشوفوا لي فيديو ديالكم اللي ديجا نشرتوه تكوشيوهم وديروا بيبليي عن اي شيء لايف انسان وصافي. هاو بحال دابا هاو كيتيليشارج. بس ضروري هاد الحوايج بقاو ديروهم، ضروري هاد لي ترند هادو باش الصفحه تبقى تطلع، باش تعرفوا حتى تشوفوا حتى المحتوى اللي الناس باغيه تتفرج فيه. وما تنساوش الاشتراك والدعم باش نزيدو كل مره فكم ما تكون شي حاجه معلومه جديده ولا نعطيها لكم هنايا. وبون شونس.